Good afternoon. How are you, my students? Are you fine today? Today is Tuesday. The date is 7th of December 2020. We are in Unit 4. The title of our lesson today is Future, اللي هو المستقبل. إذا بدنا نتعلم اليوم كيف نحكي عن Future, المستقبل. هلأ في عنا حالتين أو طريقتين أساسيين to talk about a future, حتى نحكي عن المستقبل. Look here, يا سادس. The first way is to use will plus base. Will plus base. إذا الطريقة الأولى حتى أحكي عن the future إني أستخدم will, كلمة will اللي هي معناها سوف طبعا, وبعديها base يعني الفعل مجرد. بيس يا سادس يعني الفعل المجرد. اوكي يا سادس, هاي اول طريقة للكلام عن الفيوتشر. طيب امتى بستخدم ويل زائد بيس اللي هو الفعل المجرد؟ There are three cases. Case one, الحالة الاولى for rapid decisions. Rapid decisions اللي هي القرارات السريعة, يعني انا باخد قرار سريع بنفس اللحظة, ما بكون اني مخطط له من زمان. اوكي, example, I feel cold, I will wear my jacket. انا اشعر بالبرد, يعني انا قاعدة شعرت بالبرد, اخدت قرار سريع بنفس اللحظة, I will wear my jacket, سوف ألبس جاكيتي. شفتوا كيف بنفس اللحظة أخذت القرار, مش إشي أنا من زمان بفكر فيه وبخطط إله. هاي اسمها rapid decisions, القرارات السريعة بستخدم فيها will. أوكي, لاحظوا كيف استخدمت will وبعديها الverb wear مجرد بدون أي إضافة. Case 2, in using will we think of something in future, عندما نعتقد بحدوث شيء, يعني احنا نعتقد او انه هذا الاشي راح يحدث بس مش متأكدين منه. عندما نعتقد بحدوث شيء, يعني انا بعتقد انه هذا الاشي راح يصير بس انا مش متأكد انه راح يصير. هاي الحالة كمان بنستخدم فيها will. Look to the example, my team will win tonight. فريقي سوف يفوز الليلة, يعني هو بتوقع انه فريقه يفوز لكن اكيد مش متأكد من هذا الاشي, مش هيك استخدمنا will. لاحظوا will وبعديها when, فعل مجرد من غير اي اضافة. Case 3, الحالة الثالثة لاستخدام will, when we make promise, عندما نعطي وعود بعمل شيء ما. لما بدي اعطي وعد لشخص اني بدي اعمل اشي سواء اشي منيح او مش منيح, بس انا اعطي وعد بعمل اشي, تستخدم will. Look to the example, I will help you, أنا سوف أساعدك, أنا سوف أساعدك, أعطيته وعد إني بدي أساعده فاستخدمت will. شوفوا will بعديها الverb help, base مجرد بدون أي إضافة. Now look here يا سادس, الحالة الثانية أو الطريقة الثانية to talk about future, حتى نحكي عن المستقبل, هي إنه نستخدم is أو are أو am زائد going to زائد base. أوكي سادس, إذا بستخدم going to بدل will, going to. هلأ يا سادس going to مع بعض, يعني الكلمتين مع بعض معناهم سوف, مثل will مش will معناها سوف, كمان going to مع بعض لما بيجوا بيكون معناهم سوف. اوكي, قبل going to لازم يجي sorry is او are او am وبعدها يجي base اللي هو فعل مجرد. لوك هلأ will لما حكيت عنها ما بهمني شو قبلها, بهمني بعدها فعل مجرد. اما going to لا, بهمني انه قبلها is او are او am حسب الفاعل, اذا مفرد is, اذا جمع are, اذا I am, وبعديها base فعل مجرد. Look to the cases اللي بنستخدم فيها, الحالات اللي بنستخدم فيها going to. Case 1, when we plan to do something, عندما نخطط لفعل شيء ما, يعني أنا بخطط مش بنفس اللحظة باخد قرار, لا أنا بخطط من قبل إني بدي أعمل هذا الإشي. Okay, look to the example, I am going to watch a film on weekend, أنا سوف أشاهد فيلم في العطلة الأسبوعية. إذن أنا من بداية الأسبوع مخطط إني بنهاية الأسبوع بالعطلة الأسبوعية بدي أشاهد فيلم. شفتوا كيف؟ مشان هيك شو استخدمنا going to مش will يا سادس,
وأهم شيء لاحظوا هاي going to، قبليها إجا am لأنه الفاعل I، وبعدها إجا watch فاعل مجرد. Case 2 in using going to، الحالة الثانية لاستخدام going to، when we sure that something will happen. أوكي يعني لما نكون متأكدين أنه شيئا ما سوف يحدث. أوكي عندما نكون متأكدين من حدوث شيء ما، يعني مش مثل ويل أنه بنتوقع إشي يحدث، لا بنكون متأكدين يا سادس أنه هذا الإشي راح يحدث، يعني هاي معلومة أكيدة أنه هذا الإشي راح يحدث في المستقبل. بنستخدم going to. Look to the example. The weatherman said that it is going to rain today. The weatherman يعني الرجل اللي بيحكي الحالة الجوية. Weatherman هو رجل المسؤول عن الجو اللي بيحكي الحالة الجوية. هذا بيكون عامل دراسات وبناء عليها بيحكي إنه إيش الطقس راح يكون. فهو شو حكى؟ حكى that it is going to rain today، حكى إنها راح تمطر اليوم. إذا هذا إشي إحنا بنتوقعه ولا معلومة أكيدة؟ هذا معلومة أكيدة من الرجل المختص. أوكي مشان هيك استخدمنا going to. لاحظوا going to قبليها إيش إجا is لأنه الفاعل مفرد، بعدها إجا rain اللي هو فعل مجرد. هيك يا سادس نكون عرفنا الفرق إمتى أنا بستخدم will للحديث عن الـ future وإمتى بستخدم going to للحديث عن الـ future. وبدي أعرف إنه الاثنين لازم يجي بعديهم الفعل base مجرد بدون أي إضافة.